كابتن محمد بركات ربنا يخلي طبعا عنده بنتين، ربنا يخليهم له، لا بنت، بنت ولدين، بنت ولدين، بنت ولدين. طب انهي في تربيتهم اسهل؟ يعني شايف حضرتك تربيه الاصعب او مين الاصعب؟ ملاش اسهل، تربيه البنات ولا تربيه الولاد؟ لا البنات اصعب. البنات حتى انا قوي على أنا فكره. لا لا الكلام مش عاجبني والله. اسهل انا عندي انهي الاسهل؟ البنات اسهل. اسهل انا كنت عشان بقول الاصعب. لا لا البنات اسهل. يعني مرامي الكبيره يعني اخر سنه جامعه خلاص السنه الجايه. ربنا يخليك. دي اسهل واحده بتعامل معاها وما بتاخد معروف يعني ان البنت حبيبه باباها. ما بتسحبش مني يعني، فاهمه؟ ما بتسحبش مني كهربا كتير يعني. وياتي بعديها ادهم اللي وراها على طول برضه. هو يعني التعامل معاه سهل وكده، بس ساعات دماغه كده برضه بتبقى ضاربه شويه، بس ايه برضه حنين زي ايه مرام. وعشان بالترتيب بقى فارس الاخير مغلبك. لا صعب بقى يعني، فاهمه؟ لا لا ده تانيه اعدادي والدنيا بالنسبه له صعبه ودماغه صعبه وعايز يتخانق في كل حاجه وعايز يعني. طبعا انا ببقى موجود يعني، فاهمه؟ بتتعامل مع المواقف دي ازاي؟ يعني هل في ابهات بتتعامل مع المواقف دي بصحوبيه لاولادهم؟ في مواقف كمان ايه بنرفزه؟ لا في ممكن تقلب كوميدي في وسط النرفزه. احكي لنا حاجه من المواقف دي. انا بتعامل بالصحوبيه والضحك والهزار، ما بحبش ازعل حد مني، ما بحبش اشخط فيهم، بس بيجي اوقات ساعات بضطر ان انا اشخط وازعق. حتى بعد ما بزعق وكده تبقى ما بيني وما بين نفسي ندمان. مش طايق نفسي وافضل قاعد. هو احنا كلنا كده، عمال كلنا الف كده علشان ايه؟ علشان اب وام بنبقى متضايقين ان احنا بنزعل ولادنا، يعني يا ريتهم يعرفوا ويفهموا. خدي بالك ده معظم الخناقات والكلام ده عشان بلاي ستيشن بجد. يعني عشان يعني عايز اقول لك على حاجه، واللي يجننك بقى ايه؟ ان البي الكبير بيحط ساعات دماغه بدماغ الاصغر منه، الاصغر منه. فيخش بقى، لا انت خلصت وقتك، انت بتلعب من الصبح، لا انت ما لازم تخلص دلوقتي، لا انا قدامي لسه، لا انا لسه صاحبي بكلمه لسه هخلص الماتش لسه، وكلامه كلام عادي المفروض خلاص يخلص، لا تلاقيه يقلب بخناقه وصوت عالي جوه. فطبعا يعني تفاهه تفاهه. الموضوع بتبقى صغيره. لازم ولادك يطلعوا لعيبه كره في وجهه نظرك ولا يعني انت لا شايف؟ لا. لا تمام. ولا ما عندكش الشغف ناحيه واحد بس يطلع بيلعب كوره او كده ولا لا؟ يعني طبعا الشغف عجبتني طبعا يعني. أيوة. انا عندي شغف. وان على الاقل واحد يطلع. في حد عنده جربت مع ادهم بس يعني ادهم ما مشيتش معاه. فهنجرب للشقي السمر. هو الامل الاخير بقى في فارس، هو يعني بيفرق كتير وبيحب الكوره، وادهم كمان على فكره بيحبها، بس يعني انا حاسس ان فارس ممكن يعني لان هو صغير، فهو لو دخل حاجه او لعب حاجه بدري كده اعتقد ان هو ممكن هتفرق معاه. ادهم انا يعني حاول بس ايه كان متاخر شويه. ولكن طبعا اكيد انت يعني بعد الكارير بتاعك ولعب الكوره السنين دي كلها اكيد انت بيبقى من جواكي عايزه ولو بنسبه قليله ان انت يطلع لك حد من ولادك بيلعب كوره، ولكن لو ما طلعش خلاص مفيش مشكله، كل واحد يشوف اللي يحبه، بس اهم حاجه عندي شغف. وعايز تبقى سبورت. ماشي. عندي شغف. طبعا انا شايفه ان زي ما كان والدك بيدعمك انت كمان اهو عايز تدعم ابن من اولادك بما في بغض النظر عن موضوع الشغف يعني. عايز تدعمهم يعني هم يلعبوا كوره. ايه الحاجات اللي انت اتعلمتها او كانت فارقه معاك قوي في علاقتك مع والدك وعايز تعملها وتنفذها مع ولادك؟ بصي انا كنت ملتزم من اول ما لعبت كوره، مجتهد يعني، ما بروحش يمين او شمال، ما يعني ما بعملش اي حاجه تخليني يعني اشت في تفكيري عن لعب الكوره. وفي نفس الوقت كنت يعني بقول لوالدي دايما ان انا ايه، انا الكوره مش مأثره عليا، من خلال ان انا كنت شاطر في المدرسة. يعني انا كنت شاطر في المدرسه وكنت بطلع من الاوائل على الفصل، وده بجد يعني مش هزار يعني، بس قاعدين في برنامج فهقول لك. لا يعني انا كنت شاطر في المدرسه ودوت اللي انا عايز
ولادي يعملوه، هم بيعملوه بصراحه وهم شاطرين، بس انا عايزهم يفضلوا على الحاله دي وعلى احترامهم للتعليم، واحترامهم لابوهم وامهم وستهم والكلام من ده. يعني انا حابب ان هم يفضلوا على الحاله ديت، ان هو ايه دايما الواحد ساعات يقول لك لما بيكبر يقول لك يا عم انت ما كنتش كده، وانت مالك انت كنت صغير كنت مؤدب ومحترم، ايه اللي حصل لك لما كبرت؟ لا انا عايزهم يفضلوا كده لان هم متربين كويس، ونفسي ان هم يفضلوا متربين كويس. انت حاسس ان هو ده حاجه صعبه دلوقتي مع اختلاف الاجيال؟ يعني الحاجه اللي كانت سهله في جيلنا بقت صعبه في الجيل اللي كده والعكس، يعني تحقيقها صعب. ممكن انت تبقي كويسه بس هم في سن دلوقتي خلاص كل واحد ليه صحابه وليه خروجاته وليه قعداته والكلام ده. انت ممكن تبقي كويسه بس كان ممكن يكون اللي حواليكي صحابك اللي حواليكي مش كويسين. وهنا بقى بتحصل المشكله. انت ازاي هتحمي نفسك من الناس دي؟ هل انت هتبقى زيهم ولا هم يبقوا زيك؟ هم يبقوا زيك صعب. يعني زي تعلم ولادك ان يكونوا في وسط الناس يعرفوا يحموا نفسهم، لان المجتمع بالظبط. لان انا مش هقدر ايه اقول له ايه لا ده ما تعرفوش، ويجي لي تاني يوم اقول له ده ما تعرفوش وده ما اعرفوش. لا انت شوف انت الشله بتاعتك واصحابك والكلام من ده لازم انت تبقى حافظهم. وجهه نظر كده، بحس ان في تربيه الاولاد انت بترمي بذره وبعد كده تسيب. كان والدي كان يقول لي كده، انا هرمي بذره واشكل وهربي وبعد كده هسيب، لاني مش هقدر اكون معاك، لا هسيبه للمجتمع والدنيا لاني مش هقدر اكون معاه. خلاص انا اسست تمام وخليت الموضوع مش صح وغلط، خليت الموضوع نابع من جوه الطفل نفسه. يعني هو ده رايه الشخصي. طبعا دي يعني خطة صعبة، أنا يعني كلنا بنحاول ننفذها بس بحسها إنها صعبة. أنا بصي أنا أتفق معاكي اللي هو إيه يعني سيب، بس سيب برضو إيه، سيب لما يكبر أقصد أقول أندر برضو إيه أندر كنترول. يعني أنت تحت عينك وشايفة وعارفة وبتاع، وطول ما الدنيا ماشية بطريقة كويسة مدي حرية تحت النظر خلاص. إنما ما تلاقي إن الموضوع ده لا ساعتها بقى هيقلب وهيضر ابنك ولا بنتك، لا مش